www.smartfortech.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هابي إند. هنتعرف دلوقتي على الطرق المختلفة لحماية الملف. إزاي أحمي الملف بتاعي وأحافظ عليه من إن أنا أو حد تاني يعدل عليه بالغلط، أو أقفل خالص أي تعديلات في الملف، محدش يقدر يعدل على تنسيق ولا على كتابة، أو أمنع إن حد يشوف الملف بتاعي لو فتحه، يبقى محتاج باسورد عشان يقدر يشوف الملف. أشكال مختلفة للحماية والحفاظ على الملفات هنتعرف عليها كلها دلوقتي. أنا عندي دلوقتي ملف عادي، هبتدي أروح على فايل من انفو، هروح على بروتكت دوكيومنت، وهبص هنا هلاقي إن عندي أوبشن اسمه مارك أز فاينل. أوبشن مارك أز فاينل يعني علم الملف ده أو اكتب على الملف ده إن هو فاينل، يعني نسخة نهائية، فكده أنا هنتبه إن الملف ده ما يتعدلش عليه. لو ضغطت على مارك أز فاينل هيقول لي الملف هيتكتب عليه إن هو فاينل وهيتحفظ، هقول له أوكي. بيجيب لي رسالة يوضح لي فيها مفهوم إن الملف ده بقى فاينل، وبيقول لي أنا لو عايز أوقف إن الملف ده يبقى فاينل وأقدر أشتغل عليه وأعدل عليه هعمل إيه. بقول أوكي على الرسالة دي، هلاقي أول حاجة إن انفو او الانفورميشن او المعلومات بتاعه الملف بقى فيها عند جزء بريميشن مكتوب ان الملف ده بقى فاينل. ولو رحت دلوقتي على الملف نفسه هلاقي ايه اللي حصل، هلاقي انه الريبونز كلها اللي فوق، الشرايط اللي فوق كلها اتشالت، بالتولز بالادوات كلها اتشالت، واتحط مكانها الشريط الاصفر اللي بيقول لي ان الملف ده بقى فاينل. ولو بصينا تحت هنا هنلاقي برضو ايقونه مكتوب عليها ان هو ماركد اس فاينل. كل الحاجات دي بتنبهني ان النسخه دي او الملف ده نسخة نهائية تم التعديل عليها خلاص، ودي النهائية المفروض ان انا ما اعملش فيها حاجة. وفوق لو بصيت هلاقي مكتوب جنب اسم الملف كلمة read only. كل الحاجات دي بتقولي ان الملف ده المفروض ان انا ما عدلش عليه. ولو قفلت الملف وديته لاي حد تاني وفتحه هيفتحه يلاقيه بنفس الشكل ده، برضو الشريط الاصفر فوق ونفس المواصفات او نفس الشكل اللي انا شايفه قدامي. كل ده بيقول ان الملف ده النهائي والمفروض ان انا ما عدلش عليه. طب لو انا عايز اعدل عليه او اي حد تاني فتح الملف ده وعايز يعدل عليه، المسألة بتبقى بسيطة جدا، ما فيهاش اي قيود. كل اللي بنعمله علشان نفتح الملف للتعديل ونقدر نشتغل عليه، انا شايف دلوقتي ان انا لو وقفت في اي مكان في الملف انا بضغط اهو على لوحة المفاتيح، بحاول الكتابة، مفيش اي حاجة بتحصل. اي مكان بقف فيه في الملف وحاول الكتابة مفيش اي حاجة بتحصل. عايز افتح الملف ده للتعديل او اشتغل عليه تاني، ببساطة بنروح على أيقونة Edit Anyway، يعني أنا عايز أعمله تحرير أو عايز أعدل عليه حتى لو هو ملف نهائي. بضغط عليها بلاقي كل حاجة رجعت زي الأول، والملف بتاعي أقدر أشتغل فيه وأعدل عليه زي ما أنا عاوز، والشرايط الأدوات كلها هي ظهرت قدامي. ولو كتبت أو عملت أي تعديل في الملف هيحصل بشكل عادي جدا، وتشالت كل العلامات اللي بتقولي إن الملف ده Marked as Final. كده اقدر اشتغل عليه عادي واسيف الملف برضو واحفظه، سواء بقى عايز احفظه تاني اعمله ان هو فاينل نسخة نهائية، او احفظه كملف عادي اللي يفتحه يعدل عليه مفيش مشكلة. فالميزة في الاوبشن دي ان هي بتفكرنا ان الملف ده نسخة نهائية، لكن علشان اقدر اعدل عليه تاني بتبقى بسيطة خالص، ما فيهاش اي قيود. زي ما قلت بنضغط على الايقونة اللي موجودة فوق Edit Anyway وبيفتح لي الملف وبقدر اعدل عليه. فدي انا ما بعتبرهاش حماية، انا بعتبر انها بتفكرني ان الملف ده نسخة مش المفروض ان انا اعدل عليها، لان دي بعد التعديلات النسخة الاخيرة. طب لو انا عايز اعمل حاجة فيها حماية اكتر من كده شوية، ايه الاوبشنز التانية اللي اقدر استعملها؟ لو رحنا تاني على فاينل برضو على انفو، فتحت تاني من بريميشن بروتكت دوكيومنت وبصيت تاني، هلاقي ان عندي اوبشن اسمه انكريبت ويز باسورد، ان انا احط باسورد او كلمة سر للملف. لو رحت ضغطت عليها هيقول لي حط كلمة السر اللي انت عايزها، وكاتب لي تحت تحذير اني لو فقدت كلمة السر دي او نسيتها خلاص الملف مش هقدر افتحه تاني، فلازم افضل حافظ كلمة السر دي. فانا هكتب اي كلمة سر وهقول له اوكي. هيطلب مني اكرر تاني نفس كلمة السر، خليني كده اكررها غلط، انا لما عدتها تاني كتبت حاجة تانية مختلفة. لو قلت له اوكي هيجيب لي رسالة يقول لي confirmation password is not identical، كلمتين السر اللي انت كتبتهم مش زي بعض، مش متطابقين. هقول له اوكي وهرجع تاني اكتب كلمة سر زي الاولى، اكررهم بالضبط زي بعض واقول له اوكي. هيظهر عندي برضو في الانفورميشن بتاعة الملف ان هو عنده باسورد او محطوط له باسورد، هيقول لي في باسورد is required to open this document. لو رحت انا الملف مفتوح قدامي اوريدي، ان انا كده كده انا اللي حاطط كلمة السر وانا فاتح الملف، خلينا نقفله
كلوز هيقول لي سيف، لازم اقول له سيف طبعا، لان الباسورد اللي انا حاططها دي تعتبر تعديل على الملف فلازم احفظه. لو قلت له دونت سيف مش هيحفظ الخطوه بتاعه اضافه كلمه سر، فانا هقول له سيف عشان يحفظ لي الخطوه بتاعه اضافه كلمه سر. هروح تاني من ريسنت افتح نفس الملف، بمجرد ما بضغط عليه ما بقدرش اشوف الملف الا اذا دخلت كلمه السر تاني علشان اشوفه. في الحاله دي طريقه حمايه كويسه جدا، ان الملف بتاعي مش هيقدر يفتحه غيري او اللي انا قايل لهم على كلمه السر، محدش تاني هيقدر يشوف الملف ده او يفتحه. هدخل كلمه السر تاني، هقول له اوكي، الملف فتح قدامي. طب لو انا عايز الغي بقى اوبشن كلمه السر ده خالص، خلاص مش عايز الملف يبقى فيه كلمه سر واي حد يقدر يفتحه، بروح تاني على فاينل، بروح تاني على بيرميشن، بفتح بروتكت دوكيومنت، وبروح على انكريبت ويز باسورد وبفتحها وبمسح كلمه السر اللي موجوده وبقول له اوكي. خلاص اتشالت كلمه السر والملف بقى مش معمول له حمايه بكلمه سر، لو قفلته وفتحته هيفتح عادي ومش هيطلب مني كلمه سر، هيقول لي تحفظ، برضه هقول له سيف علشان انا شايل كلمه السر لازم احفظ الخطوه دي، فهقول له سيف، هرجع افتحه تاني، الملف هيفتح معايا عادي كده. الملف بتاعي اي حد هيفتحه هيقدر يشيل كلمه السر، لكن طول ما الملف مقفول بكلمه سر محدش هيقدر يلغي كلمه السر الا اذا فتح الملف الاول، يعني كتب كلمه السر الاول ودخل للملف فتحه وبعدين يحذف كلمه السر، لكن حذفها ما بيتمش من بره او ما بيتمش والملف مقفول، لازم نحط كلمه السر، نفتح الملف نروح نمسحها، نبقى كده لغينا الاوبشن ده خالص. دي تاني طريقه لحمايه الملف. في ايه تاني اقدر اعمله؟ اقدر تاني برضو من نفس المكان، من تاب انفو اروح على بيرميشن، اروح على بروتكت دوكيومنت، واختار تالت اختيار اسمه ريستريكت اديتنج، لو ضغطت عليه هيفتح لي نافذه جنب الملف بتاعي نشوف فيها ايه. في النافذه دي بيقول لي انت عايز تعمل فورماتنج ريستريكشن، يعني عايز تعمل قيود على الفورماتنج او الايديتنج. بعمل كليك على اول واحده فيهم اللي هي ليميت فورماتنج تو سيلكشن اوف ستايل، يعني محدش يقدر يعدل على الملف على الستايلات بتاعته او الفورماتنج بتاعته في الحاجات الاوبشنز اللي انا هختارها من سيتنجز. هضغط على سيتنجز هيفتح لي كل انواع الفورماتنج اللي موجوده في الملف، الستايلز والهيدنجز وكل حاجه موجوده في الملف. لو انا عارف بالظبط ايه اللي انا مستعمله في الملف اقدر اقول له نان، يعني اشيل علامات الصح من قدام كل ده واحدد اللي انا عايزه، ايه انواع الفورمات اللي انا عايز امنع اي حد ان هو يعدل عليها. لو انا عارف اسم الستايل اللي انا استعملته بروح عليه الهيدنجز مثلا، بختار هيدنج 1 و2 و3 الحاجات اللي انا استعملتها في الملف، لو انا متاكد منها وعارفها هحددها هعمل عليها صح. اللي بعمل عليه صح اي حد بيفتح الملف بعد كده ما يعرفش يعدل على الحاجات دي، لكن الحاجات اللي ما فيش عليها علامه صح هيبقى اي حد ممكن يعدل عليها. انا مش عارف ومش ضامن ومش متاكد، ممكن اقول له اول كده، انا وقفت اي تعديل على اي فورماتنج او تنسيق في الملف. جاب لي رسالة، خلينا برضو نشوفها. الرسالة دي بتقولي ان الملف ده فيه انواع من الفورماتنج او الستايل اللي مش موجودة في القايمة دي، تحب اشيلها؟ يعني بيقولي في حاجات مش موجودة في القايمة فمش هقدر امنع حد ان هو يعدل فيها، تحب احذفها لك؟ ممكن اقول له يس. هلاحظ شوية في تعديلات حصلت في النص، هو شال لي الحاجات اللي مش موجودة في القايمة دي علشان دي ممكن حد يعدل عليها الحاجات دي، فهو شالها لي كده، بقى كل اللي موجود في الملف هو اللي موجود هنا في القايمة فمحدش هيقدر يعدل عليه. تاني اوبشن بيقول لي استثني حاجات من المنع اللي انا عامله او من الحظر اللي انا عامله على الملف، يعني في حاجات معينه اسمح انها تتعمل في الملف، allow only this type of editing in the document، يعني اسمح بس بحاجات معينه. لو فتحت هنا هلاقي اني ممكن اسمح بتراك تشينجز ان حد يشغلها، ممكن اسمح بكومنت ان حد يعمل كومنتس في الملف، filling in forms لو انا عامل فورم في الملف اسمح ان حد يحط فيه بيانات، او اقول له no changes read only، ما حدش يغير اي حاجه وسيب لي الملف ده read only ما حدش يكتب فيه ولا كلمه. عندي بقى اوبشن تاني اسمه exceptions. exceptions اني اعمل اجزاء معينه في الملف اسمح بالتعديل فيها، يعني فقرات او اجزاء في الملف تبقى مقفوله ما حدش يقدر يعدل عليها او يكتب فيها، واجزاء تانية ممكن اي حد يكتب فيها لو فتح الملف. ازاي الكلام ده؟ خلينا ننزل تحت شويه كده، نيجي هنا ونعمل انتر. انا هعمل كذا انتر كده، هسيب مساحة كده المكان ده كله فاضي، وهاجي برضو بعد الفقرة دي وهعمل كده 2-3 انتر وهسيب المكان ده كده فاضي. انا عايز اللي يفتح الملف ما يقدرش يعدل ابدا على النص اللي موجود ده، لكن يقدر يكتب لي هنا اي حاجة هو عايزها، اي اضافة هو عايزها، لكن ما يلخبط ليش اللي موجود ده، ما يكتبش فيه حاجة ولا يعدل عليه.
يبقى انا كده عايز الجزء ده في الملف يبقى مفتوح للتعديل، ممكن حد يكتب فيه، لكن الاجزاء اللي مكتوبة دي محدش يجي جنبها وما يبقاش مسموح بالتعديل فيها. وطبعا ممكن ان انا لو عايز ده مثلا يتعدل فيه افتحه للتعديل، وده ما يتعدلش فيه اسيبه. يعني مش شرط ان اللي انا هفتحه للتعديل يبقى مكان فاضي او مكان مش مكتوب فيه، لكن انا هفترض هنا ان انا عايز مكان مش مكتوب فيه، هفتح المكان ده لمين؟ لإيفريون. فخليني اعمل كده سيلكشن هنا واقول له إيفريون. شايفين ايه اللي حصل في المكان ده؟ حط لي كده اقواس وحدده بشكل مختلف شوية، يعني بيقول لي ان المكان ده بقى هسمح فيه ان يحصل اي تعديل او اضافة للنص. نفس الحكاية هاجي هنا كده احدد بس الجزء اللي انا عايز حد يعدل عليه وهقول له إيفريون، يعني اي حد يفتح الملف. وخلينا مثلا ناخد من هنا كده علشان برضو نبقى جربنا السطرين دول واقول له إيفريون، برضو اتحط حواليها اقواس وبقى لها لون خلفية مختلف شوية. انا كده حددت الحاجات اللي انا عايز امنعها والحاجات اللي انا عايز اسمح بيها في الملف بتاعي. لو قلت له بقى yes start enforcing protection، ابتدي بقى اعمل لي الحماية، هيفتح لي نافذة يقول لي حط باسورد. نفس الفكرة ان انا الملف ده لو قفلته للتعديل، ما انا ممكن احتاج بعد كده تاني اعدل عليه، يبقى ازاي افتحه كله للتعديل؟ بان انا ادخل له باسورد او كلمة سر. فانا هحط تاني كلمة سر، هيطلب مني اكررها تاني، فبكرر كلمة السر مرة تانية، بسيب الاوبشن زي ما هي، بقول له اوكي. كده الملف بتاعي اتعمل له البروتكشن او الحماية دي. خلينا بقى نقفل الملف. بيقول لي عايز تحفظ، طبعا هقول له سيف لان انا عملت تعديلات على الحماية بتاعة الملف، فلازم اقول له سيف. هقفل النافذة دي وابتدي افتح الملف تاني. شايفين لما فتحت الملف لقيت ايه؟ خلي بالنا كده فوق من الادوات بتاعتنا، انا لو واقف في مكان مش مسموح لي بالتعديل فيه هلاقي فوق مفيش اي ادوات اقدر استعملها. لو واقف في مكان ممكن اعدل فيه ايه اللي حصل؟ هلاقي ان ابتدى يشتغل عندي الاوبشنز اللي فوق، لكن المكان اللي انا مش مسموح لي اعدل عليه هلاقي ان انا مقدرش اعمل فيه تعديل. هي دي فكرة ان انا اسمح بالتعديل في اجزاء واجزاء تانية. لا، هنا اقدر اكتب هنا ما اقدرش اكتب اي حاجة، ما اقدرش اعمل اي حاجة. طيب لو انا عايز افتح الملف ده بقى للتعديل، عايز اعمل فيه حاجة، انا صاحب الملف ده وعايز اشتغل عليه، هروح تاني على جزء ريفيو وهروح تاني على جزء ريستريكت اديتنج، هيفتح لي بقى النافذة بيقول لي يور بريميشنز، يعني انت عندك التعديل في الملف ده محدود، مش اي حاجة تقدر تعملها. اقدر هنا اقول له فايند نيكست ريجون اي كان اديت، هات لي المكان اللي بعد كده اللي اقدر اعدل عليه. بافتراض ان انا حد بعت لي ملف 50 صفحه، في وسط ال 50 صفحه في مكانين بس انا ممكن اضيف فيهم نص، مش هقعد ادور في ال 50 صفحه، باجي هنا واقول له هات لي المكان اللي اقدر اعدل عليه، وقفني في المكان اهو اللي انا اقدر اعمل فيه تعديل، هروح للمكان اللي بعده وهكذا. هنا ممكن اقول له وريني كل الاماكن اللي اقدر اعمل عليها تعديل، واتحرك في الملف كده هلاقيها متحدده الاماكن اللي انا اقدر اعدل فيها على اي حاجة انا عايزها. احنا شايفين برضو النص ده هنا اقدر اعدل مثلا على التنسيقات بتاعته، لكن هنا ما اقدرش اعمل اي حاجة. طيب لو انا عايز بقى افتح الملف بتاعي ده واشتغل فيه عادي، بقول له ستوب بروتكشن، وقف الحماية. هيقول لي دخل كلمة السر، هدخل كلمة السر اللي انا كنت مختارها وهقول له اوكي. هيفتح لي الملف تاني، خلاص كده اي مكان هقف فيه هعمل فيه التعديلات اللي انا عايزها واعمل اللي انا عايزه. ممكن كمان اغير البرميشنز تاني، يعني ممكن اعدل تاني على الحماية اللي انا عاملها من هنا وارجع احفظها تاني بكلمة سر، او اسيبه من غير حماية زي ما نحب. المهم ان احنا كده قدرنا نعمل حماية للملف من التغيير في التنسيق، او اقفل اماكن محدش يعمل فيها حاجة واسيب اماكن تانية لاي حد يكتب فيها او يعمل فيها التعديلات اللي هو عايزها. حاجة تانية برضو خلينا نقولها، احنا لاحظنا اننا لما بنقف حتى في المكان اللي كان فيه تعديل بلاقي فيه هنا حاجات كتيرة قوي مش مسموح لي اعملها. ليه الحاجات دي كانت مطفية؟ لان انا من سيتنجز عامل علامة صح على كل حاجة، فمقفل الدنيا خالص على كل حاجة. لكن الصح في الاوبشن ده ان انا لما استعمله ابقى عارف ايه الستايلز المعينة اللي انا عايز اوقف الشغل فيها، عايز امنع التعديل عليها، فبقول له نان وببتدي اختار الحاجات اللي انا مستعملها في الملف بس، لكن انا قافل كل حاجة. علشان كده بلاقي معظم الايقونات اللي فوق بتبقى مقفولة حتى في الاجزاء اللي انا فاتحها للتعديل. احنا كده فهمنا فكرة حماية الملف. خلينا نرجع تاني نبص عليهم. ان احنا عندنا احدد بس ان الملف ده فاينل، يعني افكر نفسي وافكر غيري ان الملف ده مش مفروض نعدل عليه، ده نسخة نهائية.
بس بأيقونة واحدة بنضغط عليها edit anyway، خلاص هفتحه للتعديل وهقدر اشتغل فيه براحتي، مفيش حماية قوية في الموضوع ده. encrypt with password، اقدر احفظ الملف بتاعي بكلمة سر اخلي محدش يشوفه خالص ومحدش يقدر يفتحه غير اللي معاه كلمة السر. restrict editing، اقدر اخلي اي حد يفتح الملف ويقراه بس ما يعدلش عليه. ده الفرق بين الاتنين دول، ان انا هنا محدش بيشوف الملف، محدش بيقرا محتوى الملف، لكن هنا ممكن يفتح الملف ويقرا محتواه لكن ما اسمحلوش بالتعديل، لاني مش شرط اني اعمل الاوبشن بتاعه الاجزاء اللي مفتوحه للتعديل دي. انا ممكن ما استعملش الاوبشن ده خالص، اقفل الملف بتاعي كله وما اسمحش باي تعديل في اي حاجه في الملف، وممكن زي ما قلت افتح اجزاء منه للتعديل واقفل اجزاء تانية. دي الاوبشنز الخاصه او الاشكال المختلفه لحمايه الملف بدرجات متفاوته بقى من الحمايه، زي ما قلنا كل حاجه فيهم لها استعمالها ولها وقتها، انا بختار حسب اللي عايز اعمله في الملف.